السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من السكنة ديال المحمدية. هي من أبناء المحمدية. كيف ما كنشوفوا حنايا دابا قدام النافورة ديال القصبة، كي كتشوف هاد النافورة هادي؟ بالنسبة لهاد النافورة ديال القصبة أنا ما كنسماهاش نافورة، كنسميها قرقارة. لأن المسؤولين اللي حطوا هاد المنجز هو منجز بحد ذاته مزيان، كنقولوا حنا نافورة حديثة، ولكن بارابور الفينيسيا وهادشي لا بليبار ديال الناس كيدوز من هنا كيظلم. لأن النافورة ما مصوبش على ذاك المستوى اللي كان خاصو يكون على مدينة المحمدية. لأن مدينة المحمدية حنا كنعرفوها مدينة الزهور، مدينة رياضية، ولكن بالنسبة لهاد المسائل راه مهزلة لهاد المدينة. قبل ما تصوب هاد النافورة وهاد المشروع هنايا كانت واحد التصميم معلق، بغينا نعرفوا هذاك التصميم واش هو الواقع ديال دابا. هذا هو السؤال المطروح. لأن التصميم اللي كنا كنشوفوا من اللوحة اللي كانوا حاطين هنا في القصبة ماشي هذا هو التصميم اللي كانوا حاطين ليه. يعني هذيك اللوحة اللي كنا كنشوفوا كانت لوحة حديثة، وربما كنقولوا حنا نافورة من أحدث النافورات في العالم، ولكن مني حطوا التصميم على السكينة ديال مدينة المحمدية تفاجأت. لأن المحمدية كتمتاز المسائل اللي هي ما كتمتاز حتى شي مدينة أخرى من غير مدينة المحمدية. مدينة المحمدية فيها وزينات، فيها شركات، كانت خاصة تكون أحسن من هذه المسائل، ولكن هذه المسائل كلها حنا كنحملوها للمجلس البلدي والناس السابقين ديال المجلس البلدي هما اللي حطوا هذه المسألة هذه. شنو اللي ما عاجبكمش في النافورة هذه بالضبط؟ شنو الحاجات اللي ما عاجبكمش فيها؟ وهو الفينيسيون ديالها، ملي كتخدم النافورة كيولي كيكب الماء كما كتشوفوا أنتم كتشوفوا، كيكب الماء في الجناب حتى دري صغير ديال قبيلة زرك. صح، كنت هذا الدري دري السلام، شكون هو المجلس البلدي؟ لأن المجلس البلدي على الأقل كانوا يديروا واحد الفينيسيون اللي هو مزيان، لأن هذه ميزانية ديال المدينة، وخاص من الواجب ديال الناس ديال مدينة المحمدية باش يراقبوا هاد المسائل ديال المجالس البلدية. نافورة كتسيل، هذه راه ماشي نافورة، الناس المسؤولين اللي حطوا المسألة حنا كنقولوا قرقارة في المدينة، أحسن قرقارة في المحمدية. السيد اللي من الساكنة ديال المحمدية بغى يقول أن النافورة راه باقي ما كملاتش، لدرجة أن الناس كي هنايا كيزلقوا وتسربات ديال المياه، كي كتشوف هاد الهضرة ديالو هوايا؟ الهضره ديالو على حق، ولكن خص غير شويه ديال الفينيسيون. هما كيقولوا راه كملات. لا مازال ما مفينيش. ما مفينيش انت كتشوفها راه باقا ما مفينيش. هذا زائر هو قال لك الحقيقه، لا باقا ما مفينيش. كنشوف واحد الدري الله شو دار طاح، فهمتي؟ يعني النافور مازال عنده فويت، يعني خص شويه ديال الفينيسيون باش تكون اصلاحات مزيانه. شكرا واقامه جيده في المحمديه. السلام عليكم. سلام. من الساكنه ديال المحمديه، كي كتشوف النافوره هذه ديال المحمديه كيف قالوا لك هاد الناس وهاد الصور هذا خاص يترمم؟ لان الا جا واحد التوريست دابا غادي يشوف هنا وغادي يشوف هاد الصور، كيفاش كيبان لك انت؟ كي كتشوف هذا موضوع مهم، كي كتشوف نقول الحقيقه، نقول هضر نقول الحقيقه، كي كتشوف المنظر ديال النافوره واش كيتماشى مع الجماليه والتاريخ ديال الصور؟ شوف هذا خاص يترمم، لانه باش جا الانسان كيشوف هاد النافوره وكيشوف هاد الصور لا يوجد. الصور هذا عنده علاقة بوزارة الثقافة هي اللي كتكلم بهذه السيادة. من الموضوع اللي دابا هو نافورة، كي كتشوف الشكل ديالها؟ نافورة أنت كتشوف كتبرد الماء راه فينا هو كيسرقوا الدراري. خاص الإصلاح. صح، خاص الإصلاح. هي المهم راه مزيانة، خاص الإصلاح. هذه هي الكلمة اللي بغيت نوجه للجهات المعنية. هذه خاص الإصلاح. لأنه إذا الدراري راه طاح، شوف الماء كيتبرد ها داري. ها أنت كاين ولا ما تشتي بعينك؟ تصرفات ديال المياه. المؤاول اللي صوب هذا كما يقولوا من المدينة فورا أقول القرقارة ما ماشي في ذاك المستوى المطلوب، ولكن بأنها كما يقول القرقارة وصف القرقارة إلى يوم البعث، والمجلس البلدي لا ظهور له، المجلس البلدي هو اللي جل هذه القرقارة تكون بهكا، والمجلس البلدي هو اللي له اليد الطولة اللي جل ها انتم كتشوفوا هالفراشة، هالفراشة قدامكم شوفوهم، شوفوا كيف هاتين هالقرارة، صوروا وشوفوا كي داير هاد. إذا شكون في نظركم اللي كيتحمل المسؤولية ديال الوضع ديال هاد النافورة؟ الوضع النافورة اللي كتحمل السلطات المحلية والسلطات ديال المجلس البلدي ومجلس العمالة كلهم عندهم يد في هاد القرارة اللي داروا لنا، حبسوا باب الأصبع. باب الأصبع اللي كان كيدخل عباد الله، عباد الله كتدخل مع باب الأصبع، كتمشي كترزق الله، كاين هناك صحاب الدكاكين اللي كيبيعوا وكيشريوا، فإذا بهم هما اللي داروا وزادوا في الفراشة، الفراشة هما ولاو حابسين الباب كما كتشوفوا،
شوف الباب شوف الباب كي داير الباب راه مهبوس الباب هو مهبوس قدامكم ما فيش ما فيش لا اله الا بن شاهي اخويا الراي ديالي في هذه النافوره هو ان نافوره ماشي في المستوى وما مشاش على حساب العمران ديال القصبه وهذا مشروع استافدوا منه واحد الناس فهمتيني هما راه معروفين والميزانيه ديالو راه كانت محدده وخرجوا على الميزانيه والتصميم اللي كانوا مديرينه ما شفنا منه والو وكاين تسرب يعني التصميم ما كتشوف انت مخالف على الواقع مخالف على الواقع 100% وكتشوف ماشي مع الجماليه ديال هاد السور هذا التاريخي ديال مدينه القصبه ما عنده حتى علاقه خويا بشي سور تاريخي هادشي كيف هما بغاو يبينوا لنا ان زعما نافوره عصريه ولا حنا بغينا شي حاجه اللي تناسب مع هاد العمران ديال القصبه الراي ديال التسربات ديال المياه اللي كنشوفوا هنا قدامنا الحاجه اللي بغيت نقول الحاجه المهمه على هاد النافوره هو خويا ان نهار الافتتاح ديالها بداو في الاصلاح ديالها وان من اولها ما خدماتش مزيان هذا هو اللي بغيت نقول دابا كيفاش كتشوف انت واش الاشغال ديالها صافي توقفات انتهى دابا هي الوضع اللي غادي تبقى عليه ديما هذا هو الوضع اللي تبقى عليه وبغيت خويا نوريك بزاف د الحوايج شوف واش هذا رخام هذا رخام اللي داروا هنايا شوف فينيسيون كي دايره شوف بزاف د الحوايج داكشي ماشي هو هذاك شكرا وبالمعنى هو كذبوا علينا وصافي شكرا وكنطالبوا اخويا كنطالبوا بتدخل المجلس الاعلى للحسابات وبمحاسبه ومحاكمه المسؤولين على هذا النقره على هذا المشروع هذا على هذا المشروع السلام عليكم وعليكم السلام من السكينه ديال المحمديه كانت واجهه امام سور القصبه كي جاتك النافوره ديال المحمديه باش نقول لك هذه النافوره ديال المحمديه بحد ذاتها كارثه هذه الكارثه هذه كتجلها حتى كتشوف دور الكاميرا شنو ما فيه كريسين كاسرين على دابا شي مليار نص ديال الساكنه معطلين ساكن شفتي التصميم 3 المليار شفتي التصميم القديم اللي كان شفتوها كيشوفوا مع الواقع ديال دابا ولا الواقع ولا التصميم ديال بكري كيف كيتشابوا كون داروا هنايا شي جواردات هنا الجنوارات وغرسوهم خلوا الناس يتمنظروا فيهم كل بخير وعلى خير يعني المنظر زيد على ذلك كارثه اللي هو شويه الوزاره ديال الثقافه وغادي يديروا واحد شويه ديال الترميم ولا الصوت اللي نساو مسكين الزبال حداه والحكومه يلاه تشكلات نرجعوا للموضوع ديال النافوره واش المنظر ديالها كيشدك يعني كيجذبك مزيانه هذا هو السؤال المنظر ديالو كيبان ليا الماء هنا كيضيع وصافي وحنا اللي كنخلصوا واو ما على بالاش جاوا دابا خاصني على الزباله ديال الفلوس ولكن حنا اللي كنخلصوا بلا كامل الكبير شنو ما كاين خارج على كنخلصوا بناء على اشنو؟ على ان الماء بزاف كيضيع خاصنا نصدقوا حنا خلصنا اذا شنو الكلمه اللي بغيت توجه للجهات المعنيه؟ باغي نوجه بانهم خاصهم يحيدوا البطاله وما يبقاوش يخلصوا فلوسهم في الخوات يعني انت ماشي مع انه دار واحد النافوره قدام السور ديال القصبه لا هي منظر زوين ولكن نفس الوقت منظر كيخسر الفلوس خويا النافوره كيجيو ليها بنادم كثير السياح كيجيو خارج القصبه او داخل القصبه كيضيع واحد العدد كبير ديال الماء علاش القصبه مدينه قديمه ولكن النافوره بدات كتجدد بها حنا بغينا هاد التغيير يكون في النافوره ديالنا بغيناها يدير لنا شي كرياج او شي حاجه باش ما يبقاش يضيع داك القدر ديال الماء يعني شنو اللي مطلوب دابا النافوره كاينه شنو اللي خاص النافوره كاينه خاصها تجديد فيها بحال التجديد شنو المقترحات ديالك يديروا شي بناء شي حيوط صغيره اي حاجه المهم علاش باش يحبسوا الماء باش الضايع ما يبقاش يضيع الماء صافي شكرا.